السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح نديره مخصص للطرق والادوات اللي نستعملوها واللي تعاوننا في الفينيسيون. تقريبا الفيديو تاعي كامل كما تعرفوني، نوري كلش، ما عنديش حاجه نخبيها، بس حبيت ندير لكم فيديو منفصل على الادوات اللي نستعملهم. من بين هذه الادوات اللي هي لاطوال كولونت. لاطوال كولونت اللي ما تعرفهاش وش هي، هي عباره عن قماش جاي كي الخيشه رقيق خلاص، فيه جهه رطبه وجهه فيها لصقه كيما الفيزلين. وشي الفيزلين جاي كاغت وهذه جايه قماش. هذه انا في وهن نستعملها مثلا في لي بواني هذو اللي نديروهم هنا كي نحب نفيكسيهم ما يتكسلوش. مثلا نستعملها في الفينيسيون تاع الفيرميتور انفيزيبل. دوك نوري لكم وين نستعملها. انا هنا كي تعود عندي خياطه في الظهر ويعود القماش نتاعي يتكسل كيما القطيفه، قد ما نقولوا راهي تتكسل بالعرض بس حتى في الطول ثاني راهي تتكسل، وفي الماشينه تاعك يولي هذاك الفيرميتور يجيك معرج. انا هنا واش ندير، لاطوال كولونت هذه نقصها اشرطه، راهي متوفره في اللون الاسود والابيض. هنا قصيتها في الابيض ونجي هنا عند الخياطة هذه. مثال أنا عندي الفيرميتور راح نخلي البلاصة نتاع السحاب المخفي، ونجيب هذو الأشرطة ونحددهم ونلصقهم من هنا. دوك نوري لكم راهو كلش أبيض في أبيض. نحط الشريط نتاعي تاع لاطوال كولونت هذيك الجهة اللي تعود فيها اللصقة، هذيك نحطها مقابلة القماش على الوجه الداخلي أكيد، ونمشي عليها الحديد. تشوفوا هنا بلي راهي لصقت هاي. من بعد نروح نحي هذاك الزايد، راح نوريها لكم في العروب باه تعود باينه. هذه راهي في الكولار الباج، شوفوا الفيرميتور تاعي مخيطه. ها هي لكم لاطوال كولونت على داخل. هكا السحاب المخفي تاعك هنا ما يجيش هذاك لي معرج ويتكسل، مع انه هنا الساتان هذا ساتان ايطاليا نوعيه مليحه، ومع ذلك نحب ندير الفيرميتور باش هنا ما نتعبش في الخدمه نتاعو. هذه من بين الطرق المليحه في الفينيسيون تعطيك نتيجه، يعني قد ما تعودي تعرفي تفصلي وتخيطي بصح التفاصيل هذه راهي مهمه ياسر، هي اللي تمد النظره الاخيره للخدمه تاعك اذا كانت متقونه ولا لا. حاجه اخرى عدت نستعملها وما نستغناش عليها خلاص، واللي هي السياله هذه. هذه نستعملها في الفصاله، نحن نرسم بها لي بانس في بلاصه الطباشير. نادرا ونستعمل الطباشير خاصه في القماش الابيض، لقيت بلي الطباشير الملون يبقى فيها. صرات لي المره اللي فاتت درت بلازرق ما كانش عندي الابيض، الابيض اصلا ما يبانش في الابيض، ما كانش عندي الوردي ولا الالوان الفاتحه هذو، استعملت الازرق. غسلت لاروب وما حبش يتنحى منها، بس السياله هذه اسمه ستيلو ماجيك، هذا يتنحى بالسخانه نتاع الحديد. دوك نديرو قدامكم، شوفوا هنا راني ديجا راسمه به لي بانس، بصح شوفوا هاوليكم. دوك نحط عليه الحديده، شوفوا كيف يتنحى بكل سهوله. مثلا لي بانس تاعي دوك نحددهم، هاي لاطراس تاع ستيلو، دوك نحددها من هنا عادي. ونقلب تلقاو بلي الاثر نتاع السياله تنحى كامل ما يقعدش. هذا ثاني يعاونكم ياسر. نروح الاهم حاجه واللي هي الرولو هذا نتاع الفيزلين، اللصقه هذه نتاع اللي نستعملوها في الكفه تاع سراول كلاسيك ولا. انا هنا واش ندير بها، مثلا كي تعود عندي لافونت في لاروب ديما نستعمل هذه اللصقه تاع الفيزلين، نفيكسي بها لافونت نتاعي ولا الشلقه، ونزيد نفيكسي بها الكفه. من بعد نروح نعاود بالخياطه هكا حتى ونعرف نكف. مستحيل اني ما نعرفش ندير كفه، بصح وشي على نستعمل الطريقه هذه لانها تمد فينيسيون خير وخير.
حنا كي نروحو مباشره نخيطوا الكفه نتاعنا ولا لا فونت هذيك تروحي تخيطيها قد ما كانت. كاين تلاحظي كاين فرق يعني، انا ما عرفتش كيف نشرحها لكم. شوفوا هناك كيف راهي لاصقه باللصقه هذه، شغل القماش راهو ميت مع بعضها، هذا وهذا ما كانش فراغات بيناتهم، ما تبانش هذيك الكفه راهي بومبي شويه، حتى وتجيبيها على خط واحد ومستقيم ما تبانش بلي بومبي. هذه اللصقه تعطيكم فينيسيون هايله، هاي ليكم. دركا كي تعاودي بالخياطه راح تبقى نفس لا فورم هذه، الماشينه ما تحاولش انها تجبد لك القماش، راح يبقى كيما راهو. هاي لكم لافونت هنا في الجنب، استعملت هذه اللصقه، نستعملها نلصق بها البطال، نلصق بها ياسر حوايج في الخياطه، بصح في الكفه ولافونت هذه راهي مهمه ياسر، تبدل لك الفينيسيون تاعك خلاص. نروح للخطوة أخرى في الفينيسيون تاع لي بواني هذو. لاحظت كاين البعض كيدير لك لي بواني هذو ما ديرهمش دوبلي، ما ديرهمش على زوج ويتخيطوا هنا في جنب واحد باش تتحصلي على هاد البلاصه تعود ما كانش فيها خياطة. شوفي كي تهزي ذراعك وتلبسي انت لاروب تاعك ولا الزبونة تلبسها، لاحظتهم يديروا هذا الطرف تاع هذا تاع القماش ويديروا له كفة من هنا. صراحه هنا فينيسيون تاعو ناقصه ياسر، بعيده خلاص على الاتقان، ما كانش كيما تخدميه بالطريقه هذه، وراح نوري لكم كيفاه نخيطوه. شوفوا باش يبان لكم، وليت جبت القماش هذا حطيته باش يبان لكم. شوفوا ها هو لي بواني تاعي كيف راح نخيطهم، راح يطبق نخيط من هنا على طريق واحده، من بعد نفتحه ونجيب الحديد ونفتح الخياطه هذه. دوك نقول لكم علاه نفتحوها، نحدو مليح، من بعد حنا كي نجو نطبقوه باش كي تطبقي ما تجيكش الخياطه خشينه في جهه واحده. شوفوا معايا، تحطوا هذا مقابل هذا، بهذا الشكل تعودوا تحصلتوا عليه بخدمه هنا، قصدي الخياطه هذه تعود مفتوحه، ما تجيش كامل مجموله في جنب واحد وتجي خشينه في بلاصه واحده، هكا ما تحسيلهاش، هكا الخدمه تاعك راهي مفينيه. نزيدوا نحدوه، هذه الطريقه نتاعو كيف نفينيو. من بعد تروحي ديري له سورجي ولا تروحي تلصقي ليبلي تاعك من بعد تروحي تسورجي، هذيك ترجع لك انت كيف حابه تخدمي. بس انا على العموم نسرجي هذا وحده ولا مونش نسرجيها وحدها من بعد نخيطهم. مثلا كي تجي الزبونه تقيس قادر تقولي عاودي نقصي لي في الطول، قادر مثلا جاوني ضيقين جاوني واسعين، وكي نخيط في الديطاي هذه راه هذو راهم تاع الكرو، ومع ذلك نحافظ على الفينيسيون تاعي. لي روب لي وريتكم دوك البنات راهم تاع الجمله، وباش تشوفوا بلي راني نحافظ على الخدمه تاعي تعود ديما نفسها. الفينيسيون راهي انا بالنسبه ليا ما عندهاش علاقه جمله ولا ديطاي. نوريه لكم في القماش الباج، تلاحظوا لي بلي تاعي هنا متساويين. الفرق الوحيد انه في الجمله اني ما نديرش خدمه الابره والخيط، في الديطاي تكون اختياريه حسب الزبونه والرغبه تاعها وامكانياتها، بصح في الجمله ما نديرش. بصح مثلا كي نخيطوا هكذا ونكملوا لازم هذه الخياطه هذه الكفه هذه اللي خيطنا ما تبقاش باينه. انت واش ديري، راح تقلبي لامونش تاعك وتشدي بالابره والخيط من هنا باش كي تقلبي لامونش تعود الكفه هذيك اللي خيطتيها ما تبانش، تعود هكذا بهذا الشكل ما تعودش كيما هكذا. هذا هو الفرق اللي عندي في ما بين الجمله والديتاي. ان شاء الله نعود فدتكم البنات بمعلومات صغيره وتحتاجوها ياسر في الفينيسيون، خطوات مهمه تولفوهم في الخدمه، صاي تولي لكم حاجه عاديه والخدمه تاعكم تتبدل، ما تعود باينه متقنه، تبين باينه مع الوقت والاستمرار والممارسه تاع وحده محترفه في الخدمه تاعها. واكيد رانا ديما كامل نتعلموا، انا لحد الان راني نحاول نهز افكار نجرب ياسر طرق، رانا ديما نبقاو نتعلموا. مشكورين البنات على الدعم تاعكم ديما، تعليقاتكم راني كامل نشوف فيهم،
اللي قدرت راني نجاوبها. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، ان شاء الله راح نبدا لكم في الفصاله نتاع الصيف. عطيتكم كلمه نورمال مراني من 20 يوم ولا قد حطيت لكم فيديو، بصح لا غالب كما قلت لكم جاني ظرف. ان شاء الله الفيديو الايام الجايه ان شاء الله نبدا لكم الفصاله نتاع لي روب تاع الصيف.